السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنأخذ درس جميل بعنوان الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلا من حروف العلة وهي ألف واو ياء. الفعل الصحيح لديه ثلاثة أنواع: مهموز ومضاعف وسالم. المهموز: سألت عن حل المسألة، يوجد أحد حروفه همزة. المضاعف: مد خالد لي يد العون. وسالم: حفظت كتاب الله. سألت سأل مهموز مد مضاعف حفظت. نحذف تاء الفاعل أو الضمير حفظ وتصبح لنا سالم. الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، أي ألف واو ياء، ولنتأكد من أصل الفعل نعود إلى جذره. أنواع الفعل المعتل: مثال أجوف ناقص، ك وهبنا الله نعما كثيرة، وعاد الجندي إلى وطنه مبتسما، وقضى الطفل وقت فراغه بقراءة القرآن. وهبنا وهب مثال، عاد عاد أجوى، وقضى قضى ناقص. نذكر مرة أخرى، حروف العلة هي الألف والواو والياء. الفعل المعتل وما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، أما الفعل الصحيح وما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. الفعل المعتل خمسة أنواع: المثال ما كان أوله علة وقف، الأجوف ما كان وسطه علة قال، الناقص ما كان آخره علة مشى. يوجد هناك أيضا نوعين، لكن يوجد حرفين من حروف العلة في الكلمة: لفيف مفروق ما كان أوله وآخره حروف علة كوعى، ولفيف مقرون ما كان حرفا العلة متصلان مثل لوى. تمارين خارجية: الفعل الصحيح جمع كتب درس، الفعل المعتل بكى نام وصام. ميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل فيما تحته خط فيما يأتي: نشأ الغلام ذكيا، صحيح مهموز، يعيش كريما، كريم النفس في عزة وإباء، معتل أجوف، جمع المزارعون ثمار الزيتون، صحيح سالم، وعد زيد صديقه بزيارة خلال العطلة الصيفية، معتل مثال، مد الرجل يد العون والمساعدة للمحتاجين، صحيح مضاعف، سعى الحاج بين الصفا والمروة، معتل ناقص.